قبل عام فقط لم تكن هذه المشاهد مألوفة في شهر رمضان. تغيرت أجواء الشهر الفضيل بالأردن، غابت تدابير الوقاية من كورونا، وحضرت أنشطة تقليدية مكثفة في ليالي رمضان. هي الفكرة بتكون الأغلب صار يفضل يطلع برا البيت بهذا الوقت، عشان كورونا كانت حبسيتنا مثلا سنتين في بيوتنا، فبهذا الوقت تلاقي الناس عم تطلع أكتر لبرا، لأنه بفضلوا أنهم يشوفوا الناس أكتر ويطلعوا ويجربوا الأكل برا، لأنه هاي كنا محرومين منه خلال سنتين. المساجد في شهر رمضان تعج بالمصلين، إقامة لصلاة التراويح ودعوات بالمغفرة والرحمة. في ليالي هذا الشهر تشهد الحركة التجارية رواجا غير مسبوق مقارنة بالسنوات الماضية. ما فيش كمامات، يعني هاي أهم إشي، أهم ميزة هاي بالنسبة لأنه ما في كمامات، ما في كمامات، ولا ما أخذ راحتك بقعدتك بحركتك بأكلك، لا ما أخذ راحتك كتير، والناس بوجوه الناس حسيت أنا كتير هلأ مرتاحة عن قبل. بموازاة الأنشطة التقليدية تنظم السلطة الأردنية مجموعة من الفعاليات والعروض الشعبية التي تضفي لمسة خاصة على شهر الصيام، وتشمل هذه الفعاليات تنظيم مسابقات ثقافية وأنشطة لفائدة الأطفال. هاي السنة تكون مضاعفة بسبب بأنه الناس من سنتين، يعني بسبب الجائحة، يعني كثير من حركتهم ومن نشاطاتهم الاجتماعية توقفت بفعل الجائحة. الآن هاي الفعالية نعول عليها كثير جدا كنوع من يعني بث روح السعادة لدى الأطفال، لدى الأسر، بيجي يحضروا فعاليات ثقافية، يتجولوا بالبازار، يشتروا مشترياتهم بأسعار معقولة، وآملين أنه الهدف من الفعالية يتحقق معنا إن شاء الله. شهر بطعم خاص، فبعد عامين من التدابير الوقائية خلال فترة الجائحة يستمتع الأردنيون أخيرا بطقوس هذا الشهر الفضيل. يوميات رمضانية وحياة طبيعية موسومة بروح التضامن والتآزر.